انا اسمي مي درويش، شغاله في برنامج تيفات ايجيبت، برنامج ممول من الحكومه المصريه والاتحاد الاوروبي. البرنامج ده بيدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. EBSOMED Roadshow 2019 دي workshop انا شايفاها مفيده جدا جدا. اهم حاجه حصلت ان في تبادل خبرات عالي حصل، في ناس كتير موجوده من مواله من الاتحاد الاوروبي، في ناس مواله من الحكومه المصريه، في جمعيات اهليه. اهم حاجه في الكونفرنس او الورك شوب النهارده ان كلنا كنا قاعدين في مكان واحد، كنا بنتكلم في السياسات كلها بتخدم السياحه، ابتداء من الطالب اللي بيدرس في المدرسه، انتهاء ان انا ازاي اشوف الترندز الجديده في السوق زي الديجيتاليزيشن، الحاجات اللي معتمده على الانترنت والتكنولوجيا. كان في حاجات مهمه جدا جدا اثارت امبارح، زي ازاي ان احنا نمكن المراه، ازاي ان ازاي دور البلد ان هي تستفيد من اموال بتكون موجوده بس مش عارفه ازاي الناس توظفها، وازاي نستغل طاقه زي طاقه الشباب اللي موجوده والبنات والسيدات اللي احنا ممكن يعملوا لنا حرف يدويه بس، والمنتج بقى حلو جدا ومتقدم جدا بس مش عارفين ازاي يوصلوه للناس جوه مصر وبره مصر. واهم من ده كمان ان في حاجات ترندز جديده في السوق، زي التغير في المناخ، زي ان احنا عندنا حاجات كل الموارد البشريه والماليه بس الاثنين مش متجمعين مع بعض. من خلال المحادثات اللي حصلت على الفانل كان في تبادل للارقام والاجتماعات اللي هتنعقد ان شاء الله في الفتره القريبه، فنتيجه للمؤتمر بتاع EBSOMED 2019 هيكون ان شاء الله حاجات فعاله بشكل اكتر، وان شاء الله ده يتكرر اكتر واكتر كمان.